people search all the time under the sand. No one ever searched under the Nile. كل يوم بيدور علماء الآثار على القطع الأثرية المفقودة تحت الأرض، ولكن مفيش حد فيهم خطر في باله إنه يدور تحت مياه نهر النيل. بالرغم من إن نهر النيل في مصر القديمة كان شريان الحياة اللي بيربط المدن المصرية ببعض، حاجة كده عاملة زي الطريق السريع اللي مفيش قطع أثرية غير لما تمر عليه. فكانت السفن بتحمل المسلات الضخمة والحجارة اللي بيتم استخدامها في بناء المعابد، ومن المؤكد إن في بعض المسلات والقطع الأثرية سقطت في نهر النيل أثناء عمليات النقل الضخمة. وهنا قررت بعثة من علماء الآثار التنقيب تحت مياه نهر النيل، وقرروا انهم يبدأوا تنقيب من شلالات أسوان لعدة أسباب. السبب الأول احتواء أسوان على أكبر محاجر كانت بتمد مصر قديما بالمسلات وأحجار البناء، والسبب الثاني لأن نهر النيل في أسوان بيضيق في بعض الأماكن، وده هيخلي السفن تجد صعوبة في المرور، وبالتالي غرق القطع الأثرية اللي كانت بتحملها في نهر النيل. بيبدأ الغواصين في الاستعداد، وأول ما ينزلوا لعمق 10 متر الرؤية بتكون شبه مستحيلة بسبب الطمي الكثيف الموجود في قاع النيل. وأخيرا بعد عمليات بحث طويلة بيتم العثور على اكتشاف رهيب، مسلة موجودة في حالة مكتملة، وزي ما توقع علماء الآثار المسلة دي سقطت أثناء عملية النقل. ومع استمرار التنقيب بيتم العثور على جزء من عمود أثري كان مخصص لأحد المعابد، وكان طوله في الأصل 7 متر ولكن للأسف انقسم إلى نصفين. بيكمل الغواصين عمليات البحث وبيكتشفوا بعض الأحجار الضخمة، وهنا بيبدأ الغواصين في فحصها وقياس أطولها، وكمان بيعثروا على العديد من الأواني الفخارية المحطمة. وللأسف مش بيقدر الغواصين يكملوا بحث بسبب قوة التيار اللي بيحرك رواسب القاع فبتنعدم الرؤية. ودلوقتي مش فاضل غير سؤال واحد، إزاي المصريين القدماء سحبوا المسلات الضخمة من على السفن اللي في نهر النيل؟ وهنا قرر العلماء فحص معبد الكرنك، لأنه أكبر معبد بيحتوي على مسلات وأعمدة. بس هنا في مشكلة، لأن معبد الكرنك بيبعد عن مجرى نهر النيل ب 400 متر، وده هيؤدي لصعوبه في عمليه نقل المسلات. فبيبدا العلماء في استخدام التقنيات الحديثه واجراء مسح رقمي لمعبد الكرنك، وهنا كانت المفاجاه، بيتم اكتشاف بقايا رصيف بحري عند مدخل المعبد. طب ازاي رصيف بحري والمعبد بعيد عن نهر النيل؟ وده بسبب تغير مجرى نهر النيل عبر الاف السنين. وبيعتقد علماء الاثار ان في السنين القادمه هيتم اكتشاف مدن غارقه تحت مياه نهر النيل، زي ما تم اكتشاف بقايا مدينه غارقه تحت مياه نهر دجلة بالعراق، وده لأن الحضارات القديمة كانت دايما بتبني المدن على ضفاف الأنهار. وبكده نكون وصلنا لآخر الحكاية. لو عجبك الفيديو مش تعمل لايك، أهم حاجة مشترك في القناة، فعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.